وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، بعد التحية، يعني كيف تقيم الجهود المصرية طوال الفترة الماضية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ضوء التحديات والعراقيل التي تضعها السلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. وعايزين نقول ان احنا النهارده 200 يوم احنا قدام حدث جلل فعلا، يعني هذا الحدث بيكشف عجز المجتمع الدولي وضعف وهشاشه وعجز مجلس الامن في اصدار قرارات صارمه وحاكمه لهذا الاحتلال او هذا الكيان الصهيوني. لو احنا اتكلمنا عن ال 200 يوم هنلاقي مصر بتتصدر هذا المشهد، وانا قدام مشهدين لو احنا بدانا ان احنا نحلل. أول مشهد، مصر بتتصدر صف الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحضرتك لو تفتكري مصر هي أولى الدول في العالم لما حصل هذا الهجوم البري الوحشي من الكيان الصهيوني على إخواننا في قطاع غزة، مصر هي اللي وقفت وأصدرت بيان شديد اللهجة بتندد هذا الهجوم البري الوحشي للكيان الصهيوني. ولو حضرتك تفتكري معايا قمة القمم الذي حدث يوم 21 أكتوبر في العاصمة الإدارية وقمة السلام اللي عملها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوافق الرؤى لأكثر من 32 دولة وخمس منظمات عالمية كانت موجودة في هذا المؤتمر يوم 21 أكتوبر، إن دل على توافق الرؤى مع رؤية القيادة المصرية بالوقف الفوري لإطلاق النار. ولو تفتكر حضرتك كده كلمات سيادة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر هو المساعدات الإنسانية الدائمة والمستدامة، يعني كان سيادته بيتكلم على المساعدات وفتح معبر رفح مباشرة. تاني يوم حضرتك احنا فتحنا المعبر واتمد المساعدات الإنسانية، وعايز أقول لحضرتك إن في إحصائية بتقول إن 65% من المساعدات الإنسانية كانت كلها من جمهورية مصر العربية. تاني يوم كان واقف أنطونيو جوديريش في معبر رفح وكان بيتكلم على أهمية الدور المصري في فتح هذا المعبر، وكان بيتكلم جملة كده قالها: احنا مش عايزين نقتل أهالينا في غزة مرة يوم ما حصل الهجوم البري الوحشي للكيان الصهيوني، وتاني مرة ان احنا نقفل معبر رفح. وده اللي أكدته القيادة المصرية ان احنا منذ 7 أكتوبر حتى الآن لم يغلق هذا المعبر، وتقدمت كثير من المعونات والإعانات والمساعدات والدعم اللوجستي ليس فقط من مصر، ولكن كان كل يعني مصر كانت مركز العالم العربي من دولة الإمارات، الأردن، كل أشقائنا في العالم العربي كان بيقدم المساعدات الإنسانية من مصر من خلال هذا المعبر. تاني مشهد نقدر نتكلم عليه إن مصر هي حجر الزاوية في إفشال مخطط التهجير القسري، ومصر هي منذ 7 أكتوبر وكان يعني الرؤية بتاعتها واضحة ولم تتغير في هذا الموضوع. عملنا كثير من المؤتمرات وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من المحافل الدولية، احنا زرنا أكثر من 50 قيادة على مستوى العالم من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي، وكانت القرار عدم التهجير القسري وعدم فض القضية الفلسطينية. دكتور سعيد، كيف ترى أيضا استهداف سلطات الاحتلال لأعضاء المطبخ الدولي وتأثير ذلك على الرأي العام العالمي وتأثيره على الصورة الذهنية المتخذة عن إسرائيل، وكيف أنها تعرقل وصول أي مساعدات إنسانية سواء بريا أو بحريا أو حتى جوا للأشقاء في فلسطين؟ طبعا ده إن دل على هذا التعند وإن احنا أمام غدرسة صهيونية يعني بتكشف هذا الاحتلال وهذا الوجه القبيح من هذا الاحتلال. وحضرتك يعني أنا عايز أقول لحضرتك بكلامك يعني إحنا لم نتوقف مصر لم تتوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية حتى لو كان ليس من خلال معبر رفح، ولكن حضرتك شوفي حضرتك المساعدات الإنسانية اللي هي عن طريق الطائرات والتحالف المجتمع المدني اللي بدأ إن هو من حوالي يعني شهر يرسل هذه المساعدات الإنسانية، فإن دل فعلا أن هناك غطرسة كبيرة جدا من الكيان الصهيوني. أيضا أن حتى
حتى حضرتك احنا سمعنا على فتح المعبر المائي اللي كان من قبرص حتى شمال قطاع غزة، انه يعني بمراعاة من الجانب الاسرائيلي ومن الاحتلال الاسرائيلي علشان يبدأ ان هو يفتش هذه المساعدات الانسانية اللي وصل لقطاع غزة، ولكن كل ده بان قدام المجتمع الدولي وانكشف قدام المجتمع الدولي، وخاصة مبدأ فض الدولتين او حل الدولتين اللي كان بتتكلم عنهم الولايات المتحدة الأمريكية عند زيارة بنيامين نتنياهو لو حضرتك تفتكر والسادة المشاهدين في فبراير 2024، والخلاف الكبير اللي كان بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ويعني ننوه أنه رغم كل العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، فإن مصر لم تتوقف لحظة عن استمرار هذه الجهود لإيصال وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.